صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هي أسهل وسيلة لختم القرآن الكريم؟ أنك تخصص وقتا من يومك وليلتك لقراءة حزب من القرآن كل يوم حتى تستكمله، وتداوم على ذلك. يوم تقرأ، يوم ما تقرأ، وعشرة أيام ما تقرأ، لا، داوم على ذلك حتى تعتاده ويسهل عليك. نعم.